مساء الخير على جميع الطلبة طلبات طلبات شهادة الإعدادية، أهلا بكم وحشتم. معكم مستر محمد من قناة ستاديوز. مستر محمد، أكيد أنتم متابعين إن أنا نزلت لايف من شوية على يونت 9، ودلوقتي هنزل بقية أسئلة يونت 9 من كتاب بيت باي بيت المراجعة النهائية بيت جي اي تي 88. زي ما انتم شايفين الاسئله قدامكم اهي قدام حضراتكم، وهنشوف الاجابات احنا كتبناها قدام حضراتكم ونشوف جت ازاي. You invite your friend to go to the stadium with you. انت تدعو صديقك للذهاب للاستاد معك. يا ترى what's your suggestion، ايه هو اقتراحك؟ او what would you say in this situation، هتقولي في هذا الموقف؟ هتقول let's go to the stadium، هيا بينا نذهب الى الاستاد. تمام، وفي طبعا اجابات تانية ممكن لو عندك اجابة كيبها في كومنت وحقول لك صح ولا غلط. Second one، your friend invites you to have dinner with him but you refuse. صديقك بيدعوك لتناول العشاء معاه ولكنك ترفض، هتقول له ايه؟ I am sorry I am busy. جميل، انا اتأسف ليك لاني مشغول. كلام جميل جدا واجابة مقنعة. التالتة، You are invited to have tea with your friends and you accept the invitation. يعني انت اتعزمت او تم دعوتك لتناول الشاي مع اصحابك وانت موافق. I'll come with pleasure. انا هنيجي بكل سرور. جميل، نشوف مع بعض بقية الاسئلة. My friend، دي بقى اسئلة على الجرامر، اخترنا هو ليه يا مستر؟ عشان my friend عاقل. الذي او التي هتبقى هو. is studying medicine، هنا معناها بيدرس الطب. leaves in طنطا، عايش في طنطا. السؤال التاني، مستر حسام sit up. sit up هنا معناها يؤسس او ينشئ، والماضي منها هي sit up برضو او establish that company in 1960. a space is a person who works to protect a country. مين هو الشخص اللي بيشتغل عشان يحمي البلد؟ A space person can see، هنختار هنا blind ومعناها الأعمى أو الضرير. Number 5، could you space out the books for me علي، ممكن توزع كتب عشاني علي؟ هنختار هنا الإجابة الصح تبقى إيه؟ hand out، يعني وزع، آخر اختيار. Number 6، technology has improved، حسنت everyone. Life it helps us a lot، يعني بتساعدنا جدا. Rewrite the house is very old it belongs to my grandfather. هنقول هنا هنختار which، عايز مننا which في rewrite. يبقى the house أو this house which belongs to my grandfather is very old. 2، Ziad is my friend his father has a big house. هتبقى زياد whose father has a big house is my friend. 3، my grandmother is 90 years old she lives in Aswan. يبقى my grandfather who lives in Aswan is 90 years old. كده يبقى احنا خلصنا يونت 9 يا جماعة، اللي شاغل بالكو واللي بتكتبوا كومنتات كل شوية عليها مستر عايزين نراجع، وقدين نراجعته لحضراتكم. شكرا ليكم، كان معكم مستر محمد من قناة ستاديوز مستر محمد. منساش تعمل لايك وسبسكرايب لكل عشان يوصلك كل جديد. شكرا. A space person can't see، هنختار هنا blind ومعناها الأعمى أو الضرير. Number 5، could you space out the books for me علي، ممكن توزع كتب عشاني علي؟ هنختار هنا الإجابة الصح تبقى إيه؟ hand out، يعني وزع، آخر اختيار. Number 6، technology has improved حسنت everyone. Life it helps us a lot، يعني بتساعدنا جدا. Rewrite the house is very old it belongs to my grandfather. هنقول هنا هنختار which، عايز مننا which في rewrite. يبقى the house أو this house which belongs to my grandfather is very old. 2، Ziad is my friend his father has a big house. هتبقى زياد whose father has a big house is my friend. 3،
my grandmother is 90 years old, she lives in Aswan. يبقى my grandfather who lives in Aswan is 90 years old. كده يبقى احنا خلصنا يونت 9 يا جماعه. اللي شاغل بالكم واللي بتكتبوا كومنتات كل شويه عليها مستر عايزين نراجع وقاعدين نراجعته لحضراتكم. شكرا ليكم. كان معاكم مستر محمد من قناه استوديوز مستر محمد. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لكل عشان يوصلك كل جديد. شكرا.